بيان إلى الرأي العام. لقد أدى العزل الصحي ومنع التجوال بسبب وباء كورونا إلى ظهور جائحة قديمة جديدة طفت على السطح كوباء الظل، وهو تزايد حالات العنف المنزلي الموجه ضد النساء والأطفال. والملفت بأن وباء الظل أصبح وباء عالميا يهدد حياة النساء على سطح هذا الكوكب، ويفضح الثقافة الذكورية الأبوية التي يعاني منها الإنسان في أي منطقة من العالم، ويظهر بشكل جلي أنه بالرغم من بعض التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، إلا أن طريقها لنيل حريتها واستقلالها طويلا، فهي إن لم تتعرض للأذى الجسدي فإنها تقع تحت وطأة الضغط النفسي. وقد أفادت التقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة مدى الأذى الذي تتعرض له النساء في دول العالم الماضي، الأمر الذي يصعب أكثر معرفة مستوى زيادة انتشاره وعواقبها، حيث تواجه الناجيات من العنف الأسري صعوبة في طلب المساعدة وتلقيها في ظل انتشار الفيروس لأسباب عدة، من بينها القيود المفروضة على التنقل ومحدودية الخدمات المتوفرة، والوضع يصبح أكثر سوءا في المناطق التي تعيش صراعات وأوضاع إنسانية متردية، وعدد الحالات غير المبلغ عنها أكثر بكثير، حيث أن أكثر من نصف سكان العالم باتوا ملزمين على ملازمة منازلهم، وتشكل هذه النسبة حوالي 4.5 مليار نسمة في 110 دول حول العالم، ونسبة 40% فقط من النساء يقمن بالتبليغ عن الانتهاكات التي تحصل لهن، فهناك 137 مرأة يتم قتلهن يوميا على يد أحد أفراد أسرهن. والعنف الأسري يعد واحدة من أكبر انتهاكات حقوق الإنسان قبل تفشي فيروس كورونا، حيث أن نحو 243 مليون امرأة حول العالم تعرضن خلال الأشهر 12 الماضية لعنف جسدي أو جنسي من قبل شريك أو أحد أفراد العائلة. وقد رصدت الإحصائيات أن 37% من النساء في الشرق الأوسط تعرضن لعنف جسدي أو جنسي لمرة واحدة في حياتهن، وأن 6 من أصل 10 نساء معنفات لا يخبرن أي جهة عن معاناتهن، وهذه الأرقام قد تزايدت 3 أضعاف في ظل الحجر الصحي. وهناك صور مروعة للعنف المنزلي في دول المنطقة، من قتل وحرق وتعذيب ورمي بالرصاص واغتصاب وتحرش جنسي بقاصرات في ظل غياب قانون مناهضة العنف الأسري. وفي سوريا شهدنا في الأشهر الأخيرة انتشار ظاهرة الانتحار ما بين النساء نتيجة للضغط النفسي الذي يتعرضن له، وأذى يطالهن على أيدي شركائهن أو ذويهن، مما يدفعهن لاتخاذ قرار متسرع بإنهاء حياتهن بدلا من اللجوء إلى ملاجئ آمنة لحمايتهن، والتي لا بد من توفيرها لاستقبال النساء المعنفات، لتدخل المرأة من جديد في مأساة جديدة تضاف إلى المآسي السابقة، حيث انتشرت أيضا في الآونة الأخيرة حوادث القتل الانتقامية من المرأة في مدن سورية عدة، في السويداء واللاذقية وكوباني والقامشلي وفي مدينة عفرين المحتلة، حيث قام أفراد من إحدى الفصائل المدعومة تركيا بقتل سيدة مسنة بطريقة الخنق حتى الموت، كما وشهدت المدينة تفجيرا إرهابيا راح ضحيته العشرات من المدنيين الأبرياء، وقامت الفصائل الإرهابية باختطاف عدد من السيدات ومن كافة مكونات الشعب السوري الموجودة في عفرين المحتلة وخاصة المكون الإيزيدي، واقتيادهن لأماكن مجهولة وقتل بعضهن، حيث لم تتوانى هذه الفصائل عن ارتكاب جميع الجرائم التي تنتهك حقوق المرأة والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، على الرغم من المناشدات الدولية لوقف النزاع المسلح في فترة الحجر الصحي. وتختلف صور الدوافع الاجتماعية المؤدية إلى العنف باختلاف مستوى تأثر الأسرة بالمحيط الخارجي وباختلاف شكل الأعمال والتقاليد والأعراف، فتكون درجة العنف إما كبيرة أو صغيرة، ويقاس ذلك بمدى انتشار صور الدوافع الاجتماعية المؤدية للعنف المنزلي، والتي منها اختلاف المستويات الفكرية والثقافية والعمرية والدينية والاجتماعية بين الزوجين، إضافة إلى أن التنشئة الخاطئة لأحد الوالدين أو كلاهما تعد من العوامل الرئيسية للعنف الأسري، فضلاً عن فقدان لغة التواصل والحوار بين أفراد الأسرة وضعف الروابط الأسرية والنزاعات المستمرة حول أساليب تربية الأطفال، كما أن الوضع الاقتصادي المتدهور في حياة الأسرة الناتج عن فقدان الدخل المادي بسبب فقدان الوظيفة أو تراكم الديون من الأسباب الأساسية لوقوع العنف المنزلي ضد المرأة، وذلك نتيجة لظهور مشاعر الخيبة وارتفاع مستويات التوتر بسبب حالة الفقر التي تعيشها الأسرة.
وعلى الرغم من انتشار أفكار العدالة والمساواة بين الجنسين على نطاق واسع في عالمنا المعاصر اليوم، واكتساب المرأة المزيد من الحقوق في مساواتها مع الرجل وخاصة في أوروبا والعالم الغربي المتمدن، واتساع نطاق مساهمتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتقريرها لشأنها الخاص دون وصاية، إلا أنها إلى اليوم لا تزال مشروع منافسة غير متكافئة أمام الرجل في مجالات مختلفة مهنية وقيادية وعلمية وحتى في الحوافز المالية والمرتبات. وتحول شرائح واسعة من النساء إلى قوى عاملة رخيصة يستعان بها في وقت الأزمات الاقتصادية أو حتى الصحية. فاليوم تشكل النساء 70% من تعداد الكادر الصحي العامل في مواجهة كورونا، بينما لا تتجاوز نسبة النساء 30% عالميا في مواقع صنع القرار، ناهيك عن ما تتعرض له المرأة في هذه المجتمعات من مختلف سوء المعاملة من اعتداء وانتهاك لحرمتها وحريتها الشخصية، على الرغم مما قطعته من شوط بعيد في المساواة بين الجنسين. ويكفي أن نشير هنا إلى أن في أمريكا وحدها ترتكب كل ساعة بحدود مليون حالة اغتصاب، إلى جانب ما يتم من حالات اغتصاب كثيرة في دول أوروبية مختلفة. أما بخصوص مجتمعاتنا الشرقية وأسوة بأغلبية بقاع العالم المتخلف، حيث العائلة البطريركية في ظل بنية اقتصادية اجتماعية متخلفة هي المؤسسة الاجتماعية الأولى التي تؤسس لاضطهاد المرأة واستلابها، حيث يأخذ هذا الاستلاب طابعا مقدسا يستمد شرعيته من تفسير النصوص الدينية الوارد على ألسنة المشرعين والمفتين الذين يتدخلون بالتفاصيل الدقيقة لحياة المرأة وفرض الوصاية عليها من طريقة لباسها وكيفية معاشرتها للآخرين، وكذلك تقرير سقف ومدى مساهمتها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتحكم بها باعتبارها تابعة للرجل وجزءا من ممتلكاته الشخصية، كما وصل بهم الإفتاء إلى إباحة أجزاء من جسدها لغير زوجها وإيجاد أشكال ظرفية عديدة ومختلفة من الزواج المؤقت. ويأخذ الاستلاب طابعا أكثر مرارة عندما يختلط الدين مع السياسة، ليتحول إكراه واستلاب المرأة إلى قوة قانونية ملزمة عليها من السماء والأرض. لذلك فإننا في مجلس المرأة السورية نستنكر وندين جميع أشكال العنف الذي تتعرض له النساء في جميع أنحاء العالم، ونضم صوتنا إلى الأصوات التي تعالت في الآونة الأخيرة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحد من العنف المطبق على المرأة، وضرورة إيجاد الوسائل والسبل لمكافحة وباء الظل وضمان الاستجابة السريعة في حال تم التبليغ عن أي حالة تعرضت للعنف وملاحقة الفاعلين، وتفعيل وتعديل القوانين التي تجرم العنف المنزلي، وضرورة إنشاء خلية أزمة لمواجهة وباء الظل أسوة بخلية الأزمة التي شكلت في مواجهة كورونا، وأن يتم التعاون والتنسيق مع مختلف المنظمات والمنصات المدنية العاملة في مجال حقوق الإنسان لمطالبة الحكومات بتنفيذ العقوبات وملاحقة مرتكبي جرائم العنف المنزلي. كما نناشد الأمم المتحدة من أجل العمل على تطبيق جميع القرارات والاتفاقيات التي تخص حقوق المرأة وضمان هذه الحقوق على مستوى العالم، لأن جائحة كورونا قد أماطت اللثام المستور والمتستر عليه ودقت جرس الإنذار وفضحت الثقافة الذكورية المبنية على الازدواجية في الأخلاق والتعامل وخاصة في فترات المحن والأزمات، وكشفت كورونا طبيعة العلاقات الهشة القائمة على عقود زواج وأوراق مصدقة من المحاكم. مجلس المرأة السورية 4/5/2020. لينا بركات المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية. طبعا نحن اليوم كمجلس مرأة سورية أصدرنا بيان حول جائحة ترافقت مع جائحة كورونا، وهي جائحة العنف المنزلي ضد النساء. طبعا كان من الملفت للنظر الأعداد المروعة التي سجلتها التقارير والإحصائيات الصادرة عن منظمات دولية وعالمية بخصوص انتشار وباء الظل، وكان هناك مناشدة أيضا من الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص هذه الجائحة التي طفت على السطح بسبب وجود الحجر الصحي. نحن كمجلس مرأة سورية قمنا بإصدار بيان لرصد هذه الأعداد ومن أجل لفت النظر إلى وضع المرأة وخاصة في سوريا، وقد شهدت الأشهر الأخيرة ما قبل الحجر المنزلي الصحي وما بعده أيضا وجود حالات انتحار لسيدات يعانين من الضغط النفسي بسبب المشاكل العائلية، وأيضا حوادث القتل الانتقامية التي طالت النساء في جميع المدن السورية. ولأيضا التأكيد على ضرورة إيجاد حلول
ناجعة وحلول من أجل مساعدة المرأة على تجاوز هذه الأزمة العنف المنزلي في خلال فترة الحجر الصحي. طبعا جميع الناس في سوريا وتعاني من الضائقة الاقتصادية بسبب العقوبات التي طبقت على سوريا وبسبب أيضا ارتفاع أسعار الصرف وغيرها، وهذا ما يؤدي أيضا إلى مشاكل أسرية، وتدفع المرأة هي الضريبة الأكبر بسبب هذه المشاكل سواء كانت اجتماعية أو مشاكل اقتصادية أو ما غيرها. وأيضا لابد من لفت النظر إلى أن النساء الآن تشكل 70% من الكادر الصحي الذي يقوم بمواجهة هذه الجائحة في جميع المستشفيات والمستوصفات والنقاط الطبية، وأيضا العاملات في مجال المجتمع المدني من أجل التوعية. فتبقى المرأة دائما هي العنصر المستضعف والمستغل في جميع الأزمات التي تعاني منها البشرية جمعاء. والملفت للنظر أيضا أنه وباء عالمي لم يكن مختصا بمنطقة واحدة، بل أصبح ظاهرة تعاني منها جميع النساء في العالم. مكية حسو عندما علاقات مجلس السجل السوري أبيان هركز دزاني أف فيروس كورونا أبوي سيمة الجهاني تبا بلا أبوي بلاك الجهاني بلا فكرية قلق تشاطن السكنان دين براستي إيشك مروجانة دبينن بحزارة كس جي فيروسي وفاد دكن بحزارة بفي فيروسي دكفين يعني وقت بيجي الجهان إيه هري وقت إمكاناتي هري مازل جمان هنن كارن سيطري لسر بكن يعني أم دبينن دآليك دفي آلي ده أف إيش وبلاي فيروسات شوي لي دآلي دن جم دبينن دون دو تجيال سر جنة شيد بدهندري مالا دجبر قوتا دي هركس أنا قد خي قد خا دركتنا إجمالي فدهندري في مالي ده الهمبري أف فيروسا قلبلا بالجهاني دهندري مالي ده تون دو تشيك هري مزن السرجنة تكرن شعالي لي خصني شعالي لي داني شعالي قتل كرني شعالي ده هلي جنشي ده جينا ده جن خنتي حار دك حتى عم دبينن جن ده ده فرده قال لك جنشي هان نكارن هرن جبر قلت دي قد خيات تشونو هاتني هي فقال لك جنجي نكارن هرن جي معني وكو ايش يعني شكوى خوا بدن انه بيجن والله افتش جيبوي فدفرد قال لك ايش السرجني هي براستي وعم يجيوك مجلس السرجني السوري ما خصت اف ايش مثلا الهرولات تشيبوي نل ما باكر روج لا تشيبوي الهرولات تشيبوي لي ام دبين اللي باكر روج لا افتشتين بيرا بون وقجن قال لك قافني ما عافيت من بين انا بشتي قد اخرنا دركتني هدي بزغريك جدرت كف دندري مالاده بك مالني هنا جيني معني هنا بفيتشتي كاربن انه بروجانا كاربن تنسيقي بشنار بكر قتش شدة تشاري تشيبفي أو كاربن دانو استندني بهفر بكن حتى أنا الجمع وكان بيجيني قال لك حالة درنكتن بس عم دبين اللي سراسري أوروبا حالتي هري مزن دولتي بيشكتي دركتني وما وك مجلس عجلي سوري بنقوازيكر إيه معني ب ما في جني كاربي السيرفي اشي بسكنه ووقت بي حدك يجي اشي ردي.